دلتا لايت بار سبوت لايت على الونكيل ديزاين السيارة على شيء اللي هو يحبه. السلام عليكم ورحمة الله. ببدأ معاكم جاسم محمد ومشترك في بطولة باربيكان، ونقدم لكم سيارة تاهو شيفروليه موديل 2008 ونوعية التزاويد اللي داخله الجير شبك مكون عن كروم كامل، وأقدم لكم التخطيط الذهبي اللي هو عبارة عن تخطيط الفيبر، ونقدم لكم الرنجات، وهاي الرنجات 22 انش من امريكان سيلز، والتواير نوعيتها سبورت فلات. وقدم لكم بعد
طبعا الماسس طلبية من امريكا، وطبعا اوريكم السيارة من داخل، وحين نقدم لكم السيارة من داخل. السيارة طبعا عن عبارة عن جلد تمساح والجلد الطبيعي. هذا الجلد التمساح جاي من جنوب افريقيا، جاي بنا معايا. وطبعا الستيرينج شمواه كامل نقدم فيه، ونقدم لكم الحين من الخلف هاي شاشات في الكراسي، شاشات طبعا، وفي شاشات ورا. بنقدم لكم السيستم الحين، وهذا السيستم ميوزك طبعا. السيستم كامل عن عبارة عن ما يقارب 15 فولت، والشاشات الشاشة 20 انش، وشاشات الخلفية اللي تحت، وهي عبارة عن الجيمز ودي في دي وبلاي ستيشن. واخر شيء اقدم لكم هو الهيدروليك طبعا، في نظام الهيدروليك طبعا للسيارة كاملة، وكل تاير عن حده. يا موتر هيد، تابعونا على العرب موتر. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم عبد الله المرر، مشارك في باربيكان، هاي اول مره طبعا، وان شاء الله الله يوفقنا. طال عمرك مشاركين على سياره اللي هي جيب اس ار تي 2009، شغل ماكينه اللي هو السوبر تشارج كاستم كام هيد، احدث طبعا نوع في السوبر الموجود حاليا في السوق البورتك، اللي هو الباور كولر تبريد بالماء، والسيارة معاها طال عمرك الساوند سيستم كامل مع الهيدرز، الكات باك، سويس اوديو 4000 واط مع اكسسوارز شاموا مع دايمون، وكراسي جلد طبيعي مع شاموا احمر. ستايل تصميمي طبعا، ستايل من تصميمي. وهاي لكم نظرة على السيارة من داخل كاملة، هاي نظرة على السيستم الخلفي السيارة اللي هو السويس اوديو. هاي موتر هيد، تابعونا على قناة عرب موتورز تي في. السيارات حلوة كتير، سرعة، سسبان.